تتسق قاعة الصلاة بمساحتها 20,000 متر مربع 25,000 مصلي، إضافة إلى 80,000 مصلي في البارحة. يتوفر المسجد على تقنيات حديثة، منها السطح التلقائي، يفتح ويغلق آلياً، وأشعة الليزر يصل مداها إلى 30 كيلو متر في اتجاه مكة المكرمة. الذي يجلد صحن المسجد وأعمال الجص المنقوش الملون في الحنايا والأفاريز. 9 هكتارات فدان، ويضم قاعة للصلاة، قاعة للوضوء، دورة مياه، مدرسة قرآنية، مكتبة ومتحفاً، بالإضافة إلى تلبيسه بزخارف الزليج أو فسيفساء الخزف الملون على الأعمدة والجدران، وأضلاع المأذنة وهامتها، والحفر على خشب الأرز الذي يجلد صحن المسجد، وأعمال الجص المنقوش الملون في الحنايا والأفاريز.